يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لا أجد معينا لي على الاعتكاف إلا صاحبا لي يبعد عن الرياض 200 كيلو، فأسافر إلى المسجد الذي عنده ليعتكف أنا وإياه به، فما الحكم في ذلك؟ يا أخي لا تسافر، اعتكف في المسجد القريب منك وهو يعتكف في المسجد القريب منه والحمد لله. وكونك تعتكف وحدك أحسن، كونك تعتكف وحدك أحسن من أجل تتفرغ لذكر الله والعبادة ولا يشغلك أحد. خلوة، الخلوة مطلوبة، أي مصاحبة واجتماع واعتكاف جماعي كما يقولون، ما هو باعتكاف، هذه مجالس. نعم.